القوات المشتركة تستكمل تحرير مفرق الشرقاط والمناطق المحيطة به، والجبوري يدعو إلى استثمار حالة الانكسار التي يعانيها داعش. القوات المشتركة تحرر حي المعلمين وأغلب مناطق حي جولان وسط الفلوجة، والبنتاغون يقر بتحرير 70% من المدينة. تحالف القوى يؤكد عدم وجود مبرر للمحكمة الاتحادية بتأخير حسم شرعية جلستي البرلمان، والصدر يهدد بالانضمام للمطالبين بإقالة الرئاسات الثلاث. المالية البرلمانية تستبعد تمويل المشاريع الاستثمارية من قرض النقد الدولي، وأسعار النفط تتعافى بعد هبوط كبير. نحييكم مشاهدينا ومستمعينا الأكرم، وإليكم نشرة إخبارية مفصلة وفيها تقدم عسكري كبير تحققه القوات المشتركة في عمليات تحرير قضاء الشرقاط من سيطرة تنظيم داعش. كان آخره تحرير مفرق القضاء وعدد من القرى الجنوبية. هذا التقدم جاء بالتزامن مع ثورة شعبية مسلحة داخل القضاء قام بها عدد من الشباب ضد عناصر التنظيم الذين فروا أغلبهم نحو مدينة الموصل. بعد معارك عنيفة خاضتها القوات المشتركة في قضاء الشرقاط، تم تحرير مفرق القضاء من سيطرة تنظيم داعش والاقتراب من منطقة تلول الباج ومحاصرتها، بالإضافة لتحرير قريتي البعميرة والعين البيضاء، علاوة على تحرير مركز ناحية مكحول بالكامل، وسط تأكيدات عسكرية بأن العمليات الأمنية الخاصة بتحرير الشرقاط ما تزال مستمرة لحين القضاء على المسلحين فيهم. التقدم الأمني في القضاء جاء بمساندة طيران القوة العراقية والتحالف الدولي الذي دمر أغلب المواقع الدفاعية للتنظيم ومهد الطريق أمام القطاعات البرية لاقتحام مداخل القضاء وتكبيد التنظيم خسائر كبيرة، بالتزامن مع ظهور حركات شعبية داخل الشرقاط مناهضة لسيطرة داعش، حيث أقدم عدد من شباب قرية جميلة من الجانب الأيسر من القضاء بحرق سيارتين ومقر لداعش وكتابة عبارات على المدارس تتوعد عناصر التنظيم، في ظل موجة هروب كبيرة لأغلب عناصر وقالة التنظيم من القضاء نحو مدينة الموصل. وفي خضم استمرار المعارك والتقدم العسكري الكبير، فتحت قوات مكافحة الإرهاب ممرات ومنافذ خاصة آمنة لاستقبال العوائل النازحة من الشرقاط تمهيدا لاقتحامه خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط تأكيدات عسكرية بأن عملية الاقتحام ستكون سهلة، خصوصا وأن التنظيم يعاني انكسارات وانهيارات كبيرة في صفوفه، إلا أن ما يعيق التقدم العسكري حاليا هو وجود المدنيين داخل القضاء والعبوات الناسفة التي وضعها المسلحون لإعاقة العمليات الأمنية. يعد عنصر المباغتة من أهم العوامل في كسب المعارك العسكرية، لكنه بات من طيات الماضي، خصوصا في عمليات تحرير القيارة بعد أن تسربت المعلومات الكاملة عن الخطط والطرق التي ستسلكها القوات الأمنية، ما دفع الجهات المسؤولة إلى تأجيل العمليات وترتيب بعض التداعيات. يتابع العراقيون يوميا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقدم شرحا مسهبا معززا بالصور والخرائط عن خطط سير القوات باتجاه الشرقاط والقيارة، دون أن يساورهم الشك بأن ما يتم تداوله هي أسرار عسكرية، حيث دفع الكشف عن أجزاء من تفاصيل الخطة العسكرية في عملية اقتحام القيارة جنوبي الموصل إلى توقف التقدم في بعض المحاور باتجاه المدينة التي تعد مركزا لاستعادة الموصل. صفحة تحمل اسم قيادة عملية نينوى عرضت قبل أسبوعين صوراً وخبراً عن وصول جسور متنقلة إلى مخمور بهدف عبور نهر دجلة تمهيداً لاستعادة القيارة، لكن الصفحة عادت ونشرت توجيهاً بمنع التصوير الحي للقطاعات العسكرية مهددة بمحاسبة المخالف بتهمة التآمر والتخابر لصالح العدو. قيادات عسكرية كشفت أيضا لوسائل إعلام متعددة أن القوات المشتركة تعمل من محوري مخمور والشرقاط منذ أشهر للوصول إلى مطار استراتيجي في القيارة تمهيدا لبدء اقتحام الموصل، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لفتح تحقيق حول التصريحات المتعلقة بعملية القيارة والتي أفشت بعضا من الخطط العسكرية التي يستفيد منها العدو. النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي وصف تحرك القوات باتجاه الشرقاط بالتزامن مع عملية الفلوجة بأنها كانت مباغتة عسكرية مهمة
فاجأت الجميع حتى قيادات الحشد الشعبي التي انتقدت توقيت العملية، مبينا أنه لو لم تتسرب التفاصيل عن هجوم الشرقاط لكان الجميع يعتقد بأن القوات المدرعة كانت ذاهبة للتحشد كما كان يحصل في مخمور، الأمر الذي جعل القيادات العسكرية تفقد عنصر المباغتة. ومن المرجح أن يعاد النظر في الخطة العسكرية وأن يصار لتغيير توقيتات الهجوم بعد تسريب تفاصيل العملية، لكن مسؤولين مقربين من قيادة عملية نينوى ينفون وجود طريقة أخرى لتحرير الجيارة غير التي تم الكشف عنها. أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن نهاية داعش أصبحت وشيكة لا محالة، داعيا إلى استثمار حالة الانكسار والهزيمة التي يعانيها التنظيم. وشدد الجبوري في مؤتمر صحفي داخل مقر عمليات نينوى على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف من أجل تحقيق النصر الناجز والنهائي، مؤكدا ضرورة الحرص على أن تكون معركة تحرير نينوى انموذجا عراقيا بالتضحية والبسالة والحفاظ على أرواح المدنيين أثناءها وبعدها. لا يمكن أن نحقق النصر إلا بمساندة الجميع، الحكومة الاتحادية وكذلك حكومة الإقليم وكذلك التحالف الدولي، وكل هؤلاء يقفون مساندين وداعمين للقوات المحررة. في ذات الوقت من بين مستلزمات التحرير أيضا أن يؤخذ بالجانب الإنساني، لا يمكن أن ينكر أن هناك من هو موجود داخل نينوى من السكان ومن الأهالي من ينتظر عملية النصر. يجب أن نميز بين من تواطأ ومن كان متسبب ومن ساند ووقف بجانب الإرهابيين، هؤلاء لا هوادة تجاههم، ولكن في ذات الوقت هناك رهائن ومغلوب على أمرهم، ومن النساء ومن الأطفال ومن السكان الذين ينتظرون لحظة النصر حتى يقفون مساندين للقوات العسكرية والقوات الأمنية. من جانبه قال وزير الدفاع خالد العبيدي أنه لا يستبعد مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل، مشيرا إلى أن الموضوع متروك للخطط العسكرية. وأضاف العبيدي خلال مؤتمر صحفي عقده مقر قيادة عمليات نينوى بقضاء مخمور جنوب الموصل أن مشاركة الحشد الشعبي في تحرير المدينة ستكون بيد القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي. الموضوع متروك إلى الخطط العسكرية، وما يراه السيد القائد العام هو قرار السيد رئيس الوزراء القائد عام القوات المسلحة. إذا ارتأت قيادة العمليات المشتركة والقائد العسكر أنه هناك حاجة للحشد الشعبي ممكن أن يشارك وفي مناطق معينة، وإذا كان لم تكن هناك حاجة فأعتقد إذا كانت القوات الأمنية كافية ستكون القوات الأمنية هي التي ستحرر المسلحة. أكد النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربة أن الحكومة غير مهتمة للحشود العشائرية من نينوى لتحرير مناطقهم. الجربة في تصريح صحفي طالب الحكومة المركزية بدعم الحشود العشائرية في محافظة نينوى والتي تضم المقاتلين الذين يسعون لتحرير مناطقهم، مشيرا إلى وجود 3000 مقاتل من الحشد العشائري غرب نينوى لم يصدر لهم أي أوامر أو أمر إداري من الحكومة لغاية الآن. مرة بعد أخرى يؤكد القياديون في الحشد الشعبي أن مشاركة الحشد في معارك تحرير المدن يقتصر على دعم وإسناد القوات الأمنية، كما يرى آخرون أن جهات خارجية تسعى إلى تحجيم دور الحشد لأسباب كثيرة، مشددين على ضرورة الحفاظ على اللحمة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية. ما تزال بعض القوى السياسية تعارض مشاركة الحشد الشعبي في تحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش. قياديون أشاروا إلى أن مشاركة الحشد تأتي لمساندة ودعم القوات الأمنية في تحرير تلك المناطق، مؤكدين في الوقت نفسه جهوزيتهم لمعركة تحرير الموصل. الخطط مرسومة في تحرير معركة الموصل بعد نهاية معركة الجيارة والشرقاط، لأنها مقدمة للبدء في تحرير معركة الموصل. هذه المناطق مهمة جدا، القيارة والشرقاط هي من البؤر التي استخدمها داعش وسيطر على الناس حقيقة بالقتل والإرهاب والتخويف. إن شاء الله الخطة متكاملة، خطة تحرير الموصل، وستكون إن شاء الله أسرع من الفلوجة. حتى وإن قيل اليوم أنه لا توجد مشاركة للحشد الشعبي ولا يمكن ذلك
للحشد الشعبي في تحرير الموصل، ولكن سترون أن الحاجة سوف تكون مهمة لاشتراك الحشد الشعبي، لأن الحشد الشعبي قوة لا يستهان بها، قوة يعني كانت ظهيرا قويا ولافتا للنظر في تحرير كل مناطق العراق، وكانت السند حقيقة للقوات الأمنية. ويرى آخرون أن التدخلات الخارجية أسهمت وبشكل كبير في محاولة تحجيم دور الحشد في المشاركة بمعارك التحرير ضد تنظيمات داعش، مؤكدين ضرورة الحفاظ على المصلحة الوطنية ومنع التدخلات السلبية بالشأن العراقي. أعتقد أن الذين يراهنون عن إبعاده عن معركة الموصل هم يهدفون إلى تحقيق أجندة ومشاريع أخرى تصب في مصلحة دول إقليمية وأنظمة إقليمية، وسوف يرون حينما يبعدون الحشد الشعبي لن يكون النصر كما يتمنون. وأعتقد أن الحشد لابد أن يكمل المشوار، فهو قد بدأ خطوات التحرير بقوة وعزيمة وإيمان، وتعزيز النصر في القوات المسلحة لم يكن بمعزل عن الحشد الشعبي. ومع استمرار تحرير مناطق الفلوجة من سيطرة داعش، ما تزال الاستعدادات جارية على قدم وساق لتحرير الموصل وكامل الأراضي المغتصبة من العناصر الإرهابية. من بغداد ضياء حاتم، المدى. في إطار المعارك الجارية في الفلوجة، تمكنت القوات المشتركة من تحرير مسافات شاسعة من حي جولان شمال مدينة الفلوجة ورفع العلم العراقي فوق المركز الصحي للحي. قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت أشار إلى أن قطاعات الشرطة الاتحادية تمكنت من تطهير أكثر من 700 متر في عمق حي جولان، وقتلت العشرات من عناصر تنظيم داعش بينهم قيادي بارز في التنظيم يدعى أبو عبيدة الأنصاري. وعلى صعيد متصل، حررت القوات الأمنية مناطق حي المعلمين الأولى وسبع نيسان والجمهورية المحاذيات لمنطقة جولان شمال الفلوجة من سيطرة داعش، وقتلت العديد من المسلحين بينهم الإرهابي المدعو أبو عبيدة الأنصاري الذي يحمل جنسية عربية. وكان قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي قد أكد تدمير 4 مقار لتنظيم داعش بقصف جوي غرب مدينة الفلوجة. وقال المحلاوي أن طائرات السيخوي العراقية تمكنت وبالتنسيق مع عمليات الأنبار من قصف 4 مقار لتنظيم داعش في منطقة الحلابسة غرب الفلوجة، ما أسفر عن تدميرها بالكامل وقتل جميع عناصر التنظيم فيها، مبينا أن طيران التحالف الدولي قصف أهدافا لداعش في منطقة الحصي جنوب الفلوجة ومنطقة زنجورة شمال الرمادي، ما أدى إلى تدميرها وقتل من فيها. إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات تحرير الفلوجة اعتقال 1500 عنصر من تنظيم داعش منذ انطلاق عمليات التحرير في المدينة. القيادة في بيان لها أشارت إلى أن شرطة الأنبار تمكنت من اعتقال المئات من عناصر التنظيم منذ انطلاق عملية تحرير الفلوجة، بينهم متسللون بين النازحين من المدينة، لافتة إلى أن القوات الأمنية تواصل عمليات تحرير وتطهير أحياء ومناطق الفلوجة من تنظيم داعش، ولم يتبقى إلا حياء المعلمين والجولان بالجزء الشمالي من المدينة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تمكن القوات العراقية من تحرير أكثر من 70% من مدينة الفلوجة من سيطرة تنظيم داعش. المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك أوضح أن طيران التحالف الدولي ساهم منذ انطلاق العمليات العسكرية في الفلوجة بتنفيذ 100 غارة جوية أسفرت عن تدمير العديد من المواقع الدفاعية للتنظيم، بالإضافة إلى قتل العشرات من عناصر داعش، لافتا إلى أن خسارة التنظيم للفلوجة سيقلص قدرة المسلحين ويضعف شوكتهم في الموصل، معقلهم الأخير بالعراق. وفي إطار الخروقات الإنسانية، فقد طالب عضو مجلس محافظة الأنبار محمد ياسين رئيس الوزراء حيدر العبادي بمحاسبة بعض المندسين لقيامهم بسرقة وحرق بعض الدور في الفلوجة. ياسين في حديث له أوضح أنه تم التأكد من قيام بعض المندسين مع القوات الأمنية بسرقة وحرق بعض الدور في مناطق وأحياء النزال وجبال والرسالة بالفلوجة، مطالبا بمحاسبة هؤلاء المندسين من قبل رئيس الوزراء كونهم يريدون تشويه انتصارات القوات الأمنية التي تحققت في المدينة.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي وقوع انتهاكات واعتداءات قامت بها عناصر تابعة للحشد الشعبي ضد الدور والمساجد وسرقت منازل المواطنين في عدد من الأحياء السكنية داخل مدينة الفلوجة بعدما تم تحريرها من داعش. وقال العيساوي أن شهود عيان أكدوا أن هناك عددا كبيرا من الدور والمساجد في مدينة الفلوجة تم حرقها بعد عمليات سلب ونهب طالت تلك الدور بدخول شاحنات كبيرة حملت أغراضا تابعة للأهالي واتجهت تلك الشاحنات إلى خارج المدينة. وضمن جهود إغاثة النازحين فقد أنشأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مخيمين جديدين في قضاء الخالدية لإيواء مئات العائلات الفارة من العمليات العسكرية. وقالت المفوضية في بين اللهان المخيمين الجديدين أحدهما ممول من إدارة المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية ويأوي 250 عائلة، والثاني تقوم بإنشائه منظمة الإنقاذ الإنسانية العراقية ويأوي 250 عائلة أيضا، مشيرة إلى أنه يجري إنشاء قاعتين مكونتين من هياكل كبيرة أشبه بالخيام. وفي كركوك أفاد مصدر أمني بمقتل 28 عنصرا من تنظيم داعش بصد هجوم للتنظيم جنوب المحافظة. وأوضح المصدر أن قوة أمنية تمكنت من صد هجوم لتنظيم داعش على منطقة الزرقة والقرى المحيطة بها جنوب كركوك، مبينا أن العملية أسفرت عن مقتل 28 عنصرا من التنظيم. من جهة أخرى قتل وأصيب 34 إرهابيا في قصف لطيران التحالف الدولي جنوب غرب كركوك. وأوضح مصدر أمني أن طيران التحالف الدولي تمكن من استهداف رتل للعناصر وآلية تابعة للتنظيم كان يتحرك في قرية المحوس التابعة لقضاء الحويجة، مبينا أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل 20 عنصرا من التنظيم وإصابة 14 آخرين. إلى ديالى، إذ أعلنت شرطة ديالى ضبط مخابئ أسلحة وتدمير أوكار سرية لداعش خلال عمليات تمشيط واسعة لمناطق متفرقة في المحافظة. وأوضح المتحدث باسم شرطة المحافظة غالب العطية أن قوات أمنية من طوارئ الشرطة مدعومة بالجيش نفذت عمليات تمشيط واسعة لمحيط بحيرة حمرين لملاحقة الخلايا النائمة المرتبطة بداعش والتي تحاول إيجاد ملاذات آمنة لها، مبينا أن العمليات أسفرت عن ضبط مخابئ للأسلحة والعتاد فضلا عن تدمير أوكار سرية قيد الإنشاء لخلايا تابعة للتنظيم. ومع تصاعد العمليات العسكرية في الحرب ضد داعش أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية تحرير 28 قرية وناحية ومقتل 924 عنصر من تنظيم داعش خلال المراحل الثلاث لعمليات تحرير مدينة الفلوجة. تفاصيل هذه الأحصائية في التقرير الآتي. الحرب الضروس التي تخوضها القوات الأمنية في معقل تنظيم داعش بالفلوجة كبدت الإرهاب خسائر فادحة وغير متوقعة، فقد دفع داعش فاتورة انتهاكاته بحق المدنيين من أرواحه ومعداته التي طالما سخرت لأعمال الشر والإجرام، حيث جاء إعلان قيادة الشرطة الاتحادية ليشمل مجمل العمليات العسكرية والمناطق التي تم تحريرها في المدة الأخيرة، لتبين هذه الإحصائيات حجم الخسائر الهائلة التي تعرض لها تنظيم داعش في الفلوجة. بالتالي تؤكد قيادة العمليات العسكرية أن هذه الخسائر انعكست وألقت بظلالها السلبية على التنظيم في داخل الموصل باعتبارها المحطة المقبلة للقوات الأمنية. كما جاءت الإحصائيات الأخيرة لقيادة العمليات لتبين الأعداد الخاصة بمجمل العمليات العسكرية والمناطق التي تمكنت من تحريرها. وكان مجمل نتائج معركة الفلوجة لقوات الشرطة الاتحادية للمرحلتين الأولى والثانية هي تحرير 28 قرية وناحية ومقتل 924 عنصرا من داعش. أما نتائج المرحلتين الأولى والثانية من عملية تحرير الفلوجة فقد شهدت تحرير 28 قرية وناحية وقتل 432 إرهابيا و51 قناصا،
تفجير 83 عجلة مفخخة وتدمير 324 هدفا معاديا، تدمير 23 عجلة مزودة بأسلحة ثقيلة وتفجير 670 عبوة ناسفة، في حين أسفرت نتائج المرحلة الثالثة من عملية تحرير الفلوجة عن قتل 395 إرهابيا و46 قناصا، تدمير 317 هدفا معاديا و26 عجلة مزودة بأسلحة ثقيلة، تفجير 91 آلية ملغمة و516 عبوة ناسفة و20 مفرزة هاون، تدمير 17 دراجة نارية مفخخة و16 موضعا. هذا ودعا تحالف القوى العراقية رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى اتخاذ إجراءات رادعة لحماية المواطنين في منطقة الوجيهية بمحافظة ديالى لما تقوم به الميليشيات من عمليات قتل وتهجير وتفجير للمنازل. وذكر التحالف في بيان له أن الميليشيات الطائفية عادت لتعبث بأمن المواطنين في محافظة ديالى لتقتل وتهجر وتفجر البيوت في وضح النهار بقرية الأسود في منطقة الوجيهية. وأحمل التحالف الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى مسؤولية استهتار هذه الميليشيات وعبثها بحماية أو بحياة المواطنين وأمنهم وبالسلم المجتمعي في المحافظة، داعيا إلى العبادي إلى اتخاذ إجراءات فورية ورادعة لحماية المواطنين. كما حذر رئيس ائتلاف ديالى هويتنا النائب صلاح الجبوري من تغيير ديموغرافي يطال محافظة ديالى، مشيرا إلى أن الميليشيات تقصف بعض أحياء المحافظة أمام أنظار القوات الأمنية. وقال الجبوري أن تغييرا ديموغرافيا جديدا يحدث في قرية المخيسة التابعة لناحية أبي صيدا وقرية الأسود التابعة لناحية الوجيهية في قضاء المقدادية. وحمل الجبوري الأجهزة الأمنية الموجودة في هذه المناطق كل ما يجري من خروقات أمنية من قتل واغتيالات في المقدادية وتهجير للعائلات في مناطق المخيسة وقرية الأسود لمكون معين. وفي إطار متابعة العقود المشوبة بملفات فساد، فقد أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية تكليف أربعة من أعضائها بدراسة عقود التسليح الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية وباقي الأجهزة الأمنية. وأوضح عضو اللجنة نايف الشمري أن اللجنة ستناقش العقد بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب، معربا عن أمله بأن يكون العقد نظيفا ولا يشوبه أي فساد، مؤكدا أنها ستناقش العقد الموقع مع شركة كورية لإنشاء مطار عسكري جنوب العاصمة. تساؤلات كثيرة وضعت على طاولة وزارة الداخلية بعد براءة الأخيرة من مشروع صقر بغداد باعتباره خارجا عن القانون وإحالة الشركة إلى النزاهة، فيما أكدت حكومة بغداد أن المشروع تم بموافقة مجلس الوزراء وعملية بغداد. بعد أكثر من ستة أشهر من تطبيق قرار صقر بغداد وفرضه على المواطن بصورة إجبارية وأخذ مبلغ 15,000 دينار لكل ملصق، تعلن وزارة الداخلية براءتها من المشروع رسميا وتؤكد أنه خارج عن القانون وإحالة الشركة والمتورطين إلى القضاء والنزاهة. وهنا وبعد إعلان الوزارة تطرح تساؤلات عدة، منها أنه كيف تنفي الداخلية المسؤولة المباشرة عن أمن المواطن علمها بسقر بغداد وإجراءات الشركات المسؤولة عن المشروع والمعلومات الخاصة بالمركبات، وأيضا كيف تتبرأ الداخلية من المشروع بعد ستة أشهر من عمل هذه الشركات واستيفائها مبلغ 15,000 دينار من كل سيارة، أين كانت طيلة هذه المدة ولماذا لم تحرك ساكنا؟ هذه البراءة المتأخرة جدا تطرح استفهامات جديدة أمام أنظار المسؤولين في الوزارة، وأيضا من سيضمن حق المواطن الذي دفع هذه المبالغ ولصالح من ذهبت هذه الأموال، وهل يمكن إرجاعها له، وما هو موقف الحكومة من المشروع، وأين إجراءاتها الرادعة وموقفها الرسمي من الموضوع؟
خاصة وأن محافظ بغداد علي التميمي كشف في وقت سابق للمدى بريس أن مشروع صقر بغداد جاء بطلب من مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وعمليات بغداد، ووصف إعلان الداخلية بأن المشروع غير قانوني بأنها خطوة تثير الاستغراب، واتهم من سماهم بمنتفعين بشن هجمات ممنهجة ضد المشروع واستخدام الملف لأغراض سياسية. وبين هذا وذاك يبقى المواطن البسيط يدفع مبلغ 15,000 دينار ثمنا لشيء لم يعد محددا ومعروفا له سوى أنها قد تكون ضريبة لسيره في شوارع بغداد أو باقي المحافظات. أكد تحالف القوى عدم وجود أي مبرر لدى المحكمة الاتحادية بتأخير حسم شرعية جلستي البرلمان في شهر نيسان الماضي. النائب عن التحالف زاهد الخاتوني أكد أن الجميع كان يأمل من المحكمة الاتحادية حسم موضوع شرعية جلسات مجلس النواب السابقة حتى يباشر البرلمان بمهامه في إقرار القوانين المهمة التي تخدم المواطنين، معربا عن خشيته بأن يكون هناك قرار سياسي من قبل المحكمة ما يؤثر سلبا على سير العمليات العسكرية ومساعدة النازحين. غياب التوافقات السياسية هو ما ينذر بكارثة مقبلة ستشتعل على أوجها بقرار المحكمة الاتحادية المرتقب في 28 من الشهر الحالي، الأمر الذي سيعقد المشهد السياسي ولا يمكن التكهن في صورته في الوقت الذي يحتاج العراق إلى تكاتف جميع الجهود نظرا للأزمات التي تعصف بالبلاد. على بعد أيام من جلسة المحكمة الاتحادية للنظر بطعون البرلمان والمقررة في 28 من الشهر الحالي، والجميع في حالة ترقب لحسم القضاء لأزمة السلطة التشريعية التي تنتظر بحسب متابعين توافقا سياسيا ما يزال غائبا عن الساحة حتى اللحظة. أعتقد سيستمر التأجيل إلى أن يتم التوافق السياسي، إعطاء مجال للسياسيين خاصة بعد انتهاء العطلة التشريعية سيكون هناك يعني إعادة عودة السياسيين، ستكون جولات جديدة أخرى في هذا الجانب، تحاول المحكمة أن تطيل في هذا الموضوع للخروج بتوافق سياسي قبل إصدارها أي حكم أو أي قرار. يوم 28 المحكمة الاتحادية تعقد جلسة للنظر في تقرير لجنة الخبراء وإصدار قرار بذلك، يعني لا زال الموضوع طبعا ده المحكمة، من الممكن أنه أيضا أحد الأطراف يطلب زيادة عدد الخبراء، هذه إجراءات قانون المرافعات المدنية العراقية، هذا بالإمكان، لكن قد تصل المحكمة إلى قرار إلى قناعة معينة على ضوء تقرير اللجنة الأخيرة وتصدر قراره. ويجد الكثير من المراقبين أن من الصعوبة تحليل الصورة القادمة لمجلس النواب بعد قرار المحكمة الاتحادية، فالبيئة البرلمانية الحالية لا تشجع على إمكانية التزام الفرقاء بقرار القضاء، وهو ما ينذر بخلافات جديدة. البيئة البرلمانية الحالية لا تشجع أي محلل على أن يقول بأنه الفرقاء سيلتزمون بقرار المحكمة الاتحادية أيا سيكون، فسنجد طور آخر من الأزمة البرلمانية ينتقل من طور انتظار قرار المحكمة الاتحادية إلى طور تفسيرات مختلفة لموقف المحكمة الاتحادية، ولربما تحدث حركة بين قوسين إصلاحية أخرى تواجه قرار المحكمة الاتحادية وتواجه موقف المؤسسة التشريعية. على أي حال في كل الأحوال علينا أن ننتظر ماذا سيكون القرار، ولكن أنا من المحللين الذين يعتقدون أن القرار لن يختم ولن يغلق الباب أمام أزمة السلطة التشريعية التي هي جزء عضوي من الأزمة السياسية المستعكرة. ويبقى القضاء هو المنفذ الوحيد لخروج السلطة التشريعية من أزمتها بعد تعثر المباحثات السياسية في التوصل لحلول وسط تخرج البرلمان من دوامة الخلافات التي باتت تسير به نحو مزيد من التعقيد على حساب الوقت، خصوصا وأن الأول من تموز المقبل هو موعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب الذي تنتظره الكثير من القوانين المهمة. من بغداد صالح الطيب، المدى.
يوما بعد يوم يتعقد المشهد السياسي في العراق بتغيير مواقف الكتل السياسية التي عجزت عن حل مشكلة البرلمان ولجأت إلى المحكمة الاتحادية التي تحاول كسب الوقت بقرار تأجيلها والبت بشرعية الجلسات الخلافية في محاولة للخروج من الإحراج السياسي وعدم فتح أبواب الاتهامات عليها وعلى عمل القضاء. ألقت الخلافات بين كتلة حزب الدعوة جناح نور المالكي مع كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري على تعطيل وإيقاف كل المفاوضات التي كانت قائمة بين جبهة الإصلاح وفريق الشرعية بقيادة سليم الجبوري، بعدما اشترط زعيم ائتلاف دولة القانون استئناف حضور النواب المعتصمين جلسة البرلمان المقبلة على إلغاء مقررات جلستي 24 و 26 من شهر نيسان الماضي مع إيقاف موضوع التغييرات الوزارية. قابله إصرار من الصدريين على المضي تغييرات أعضاء الكابينة الوزارية عدا رئيس الحكومة حيدر العبادي. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت بداية الشهر الجاري تأجيل النظر بدعاوى الطعون في جلستي البرلمان اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي حتى 28 من حزيران الحالي لمنح اللجنة الخماسية الوقت الكافي لدراسة المشكلة وتقديم تقريرها. وبات الفرقاء السياسيون يعولون كثيرا على قرار المحكمة الاتحادية للبت بدستورية جلستي البرلمان بعدما فشلوا بالتوصل لاتفاق بين الفريقين والخروج من الأزمة التي شلت عمل مجلس النواب منذ 12 من نيسان الماضي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن المحكمة الاتحادية ترتئي تأجيل قرار البت مرة أخرى، والتي يبدو أنها أصبحت تراهن أيضا على الحل السياسي للمشكلة القائمة، ما يعني عدم تمكن مجلس النواب من عقد جلسته المقررة بداية شهر تموز المقبل. وتشير هذه التوقعات أيضا إلى إمكانية تأجيل أعمال الفصل التشريعي الثالث إلى ما بعد عطلة العيد. محمد صباح، المدى. كشفت جبهة الإصلاح عن وجود اجتماع سيجمع أعضاءها للتصويت على مشروعهم الإصلاحي بعد عيد الفطر المبارك. وأوضح عضو الجبهة محمد الصيهود أن المشروع الإصلاحي قيد الدراسة حاليا بغية الوصول إلى أفضل البرامج التي ستتخذها الجبهة خلال الفصل التشريعي المقبل للبرلمان، مبينا أن التصويت على المشروع سيتم خلال اجتماع موسع للجبهة بعد عيد الفطر مباشرة. اتهم التحالف الكردستاني رئيس الوزراء حيدر العبادي باستغلال الحرب ضد تنظيم داعش في تغيير بعض المواقع في الحكومة لصالحه الشخصي. النائبة عن التحالف ريزان شيخ دلير قالت أن بعض التغييرات قام بها رئيس الوزراء حيدر العبادي تحت مسمى الإصلاح تحوي على ثغرات قانونية وتحتاج إلى إجراءات أخرى، مشيرة إلى أنه بعد استئناف جلسات مجلس النواب ستتخذ بعض القرارات كون رئيس الوزراء مارس بعض الصلاحيات التي ليست من شأنه قانونياً. دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة إلى تقديم استقالتها مهددا بالانضمام إلى الأصوات المطالبة بإقالة الرئاسات الثلاث. الصدر أشار إلى أن الإخفاق في تنفيذ العهود الانتخابية والفشل في تنفيذ البرنامج الحكومي استدعى من رئيس الوزراء البريطاني الاستقالة، وهذا أمر لا يجب أن يكون عند الغرب فعالا وعندنا مندثرا، مؤكدا أن كتلة الأحرار لن تقصر في الحفاظ على سمعتها وسمعته إذا طالبها بالانضمام إلى المطالبين بإقالة الرئاسات الثلاث. عدم وجود بارقة أمل للخروج من الوضع السياسي الراهن دفع التيارات المدنية للعودة إلى ساحة التحرير لتنتقد هذه التيارات ما تقوم به الكتل السياسية من التمسك بمواقفها التي عكرت صفو المشهد السياسي، فيما أكدوا أن الإصلاح الحقيقي الجوهري يجب أن يتم بتغيير الحكومة التي عجزت عن وضع الحلول الصحيحة. من خلال تظاهرة تدعم انتصارات القوات الأمنية في المعارك ضد تنظيم داعش، تنتقد التيارات المدنية المنظمة للتظاهرة ما جاء من تغيير لشخصيات داخل الهيئات المستقلة وأخريات غيرها، دارجة هذه الخطوة ضمن التضاد السياسي للكتل والأحزاب. تبديل المفتشين بالوزارات وغير ذلك، هاي ضمن صراعات القوة بيناتهم، تلاعب بالأوراق بيناتهم، يعني بين متنفذين. الإصلاح اللي نريده هو تغيير بنية النظام السياسي. احنا نأكد على موضوع الفساد، هذول الناس حين يحالون لازم على التقاعد يفترض إحالتهم على محاكم إذا أكو إشكال في قضية، وإذا ما عندهم مشاكل ليش يحالون؟
إذا ناس يشتغلون بشكل صحيح، ليش يحالون على التقاعد أو ربما ليش يوخرهم العبادة من مكانهم الطبيعي؟ إذا كان أكو مؤشر يفترض الفاسد ينال عقابه وتسترجع منه أموال الدولة المنهوبة. الركون السياسي إلى دكة الخلاف وبقاء الوضع على ما هو عليه دون إحداث متغيرات ناجعة للخروج من الأزمة السياسية دوافع مهمة بالنسبة للمتظاهرين كي تبقي باب الاحتجاج الشعبي مفتوحا إلى أجل تحدده جدية الحكومة والأطراف المعنية في تغيير الواقع. لولا هذا المثابرة وهذه الإرادة ما كانت تحققت فعلا أن الحكومة تقدم على تقديم ما يسمى بالإصلاح، رغم أن هذا الإصلاح هو متعثر والإصلاح فيه كثير من الأخطاء والرزايا، لكن أنا باعتقادي هذه عملية الدفع من قبل الشارع ومن قبل الشباب تبرهن أن عملية الإصلاح لابد أن تأتي ثمارها في يوم من الأيام. نحن مستمرين بالتظاهرات، لن يصيبنا إكلل أو ملل، هذه رسالة للمسؤولين، أما إحنا ما عندنا سقف زمن للتظاهرات. التيارات المدنية المتظاهرة نهاية كل أسبوع تشير إلى أهمية المرحلة المقبلة سياسيا رغم عدم قناعتها بما يحدث من إصلاحات حكومية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تترك ساحات التظاهر حتى تغير طبيعة النظام السياسي الحالي. من داخل ساحة التحرير في بغداد، ياسر الحطاب، قناة المدى الفضائية. أعرب المتظاهرون في ساحة التحرير عن دعمهم الكامل للقوات الأمنية لما تحققه من انتصارات على تنظيم داعش، مؤكدين استمرارهم في التظاهرات لغاية تحقيق الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة. الوقفة الأساسية لهذا اليوم هو احتفالا ودعما لقواتنا المسلحة التي حققت انتصارات كبيرة في قاطع الفلوجة وفي قاطع شمال صلاح الدين، التي نعتقد بأنها ستكون بداية النصر نحو تحرير نينوى. هذه الانتصارات التي سوف لن تكون انتصارات حاسمة بدون وحدة الشعب التي نراها اليوم مصطفين تماما كل شرائح الشعب خلف قوات الأمنية من أجل تحقيق الانتصارات، وهذه أيضا تحتاج وقفة كبيرة ومهمة حول التآخي الوطني، حول فتح صفحة جديدة بالتعامل بين القوى السياسية، حول جعل العراق هو صاحب المصلحة الأساسية في كل خطوة نخطيها مستقبلا. نفت وزارة الخارجية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن استدعاء الجزائر والبحرين لسفراء العراق في بلدانهم، وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال أن الأنباء التي تم تناقلها حول استدعاء السفراء العراقيين في الجزائر والبحرين أخبار عارية عن الصحة، مبينا أن ما تم هو عقد لقاءات ثنائية اعتيادية للتباحث في بعض القضايا وفق الأعراف الدبلوماسية الدولية. استبعدت اللجنة المالية البرلمانية إمكانية تمويل وإقامة المشاريع الاستثمارية من قرض صندوق النقد الدولي، وأوضح عضو اللجنة ماجد التميمي أن قرض الصندوق مخصص حصرا لسد العجز في الموازنة الاتحادية، مبينة أن قيمة القرض البالغة 5,400,000,000 دولار لا يمكن أن تكفي لتمويل المشاريع الاستثمارية، فيما لفتت إلى أن مستحقات الشركات النفطية من القرض تبلغ 4,600,000 دولار. وبالتزامن مع ذلك فقد أعلنت إدارة واسط توقف العمل بأكثر من 300 مشروع في مختلف القطاعات بسبب الأزمة المالية، وحذرت من اندثار تلك المشاريع نتيجة توقف العمل فيها لمدد طويلة. نائب محافظ واسط عادل حمزة أكد أن تلك المشاريع تشمل مختلف القطاعات الخدمية فضلا عن المشاريع التربوية والصحية والمشاريع التي تتعلق بالجانب الأمني، مضيفا أن بعضها وصل لمراحل إنجاز متقدمة. وطالب الزرقاني وزارة المالية بإطلاق المبالغ المخصصة للمحافظة ضمن مخصصات مشاريع تنمية الأقاليم والبالغة 600,000,000,000 دينار منذ عام 2014 وإلى الآن. انتعشت أسعار النفط إلى حد ما بعد الهبوط الحاد الذي شهدته في أعقاب إعلان نتائج الاستفتاء البريطاني. مصادر صحفية أكدت أن سعر خام القياس العالمي مزيج برنت ارتفع في العقود الآجلة إلى 48 دولار و41 سنتا للبرميل عند التسوية بعد
ما هبط إلى 47 دولار و54 سنتا في التعاملات الصباحية في اليوم ذاته، كما صعد سعر الخام الأمريكي إلى 47 دولار و64 سنتا للبرميل عند التسوية بعد انخفاضه تحت مستوى 46 دولارا في بداية التعاملات. الأعراف العشائرية ظاهرة طغت على مفاصل الحياة ومشاهد المجتمع العراقي، ما يعكس غياب سلطة القانون وفشل الدولة في بناء مجتمع مدني متحضر قادر على حل خلافات بالطرق القانونية. أسباب انتشار هذه الظاهرة في سياق التقرير التالي. الاحتكام للسلاح لحل النزاعات القبلية هي صورة السائدة، حيث تشهد معظم محافظات البلاد هيمنة السلطة العشائرية وخاصة في المحافظات الجنوبية لتعلو على سلطة القانون والدولة، والذي لم يكن وليد الصدفة بل كان نتيجة لضعف الحكومة وتدخل الأحزاب بمقاليد الأمور، والمعالجات السطحية للمشاكل هي التي دفعت بتلك العشائر إلى الاحتكام للسلاح بدلا من القانون. هذا ضعف القانون، لو يكون القانون قانون قوي وصارم، القانون الكل تخضع له، إذا كان شيخ عشيرة وإذا كان رئيس قبيلة وإذا كان مواطن عادي، إذا يكون القانون قوي فلا عشيرة تمتلك سلاح ثقيل ولا شخص يمتلك سلاح ثقيل، هذه كلها موجودة. المفروض قانون العشائر هو السائد، فلذلك كل من يستغل القانون العشائري لمصلحته. الحكومة ليس قادرة على أن تحمي أنفسها في الوقت الحاضر، وأنت كما تشاهد لولا الحشد الشعبي، ولا نقصر في المقاتلين من بقية الأطياف والمؤسسات الحكومية، فهم ليسوا مقصرون ولن لديهم تقصير في نصرتهم على داعش في شتى محافظات العراق. التأثيرات الإقليمية على مصدر القرار الحكومي وفق رؤية الساسة جعل من العراق ساحة لتصفية الخلافات والنزاعات العشائرية والتي فتكت بالمجتمعات المتمدنة. صناعة القرار ليست بيد العراق، صناعة القرار اليوم صناعة دولية، تدخلات السافرة لدول الجوار بصناعة القرار العراقي جعلت من العراق هكذا يصل إلى هكذا منزلق. أنا أعتبره منزلق كبير اليوم. إذا أنت الحكومة غير مسيطرة على السلاح، يجب أن يكون السلاح بيد الدولة، لكن مع الأسف نرى يعني أكرر وأقول غياب القانون والتدخلات الخارجية جعلت من الشعب العراقي يعني كل واحد يريد يدافع عن نفسه بطريقته الخاصة. إشاعة روح الحرب وصداقة السلاح وانتشار الظواهر السلبية وإثارة النعرات القبلية العشائرية هي نتاج غياب القانون في بلد خصص عشرات المليارات من الدولارات على المؤسسات الأمنية لحفظ سلامة المواطن، لكن كل ذلك حسب متابعين ذهب في مهب الريح. إبراهيم المحمود، قناة المدى، بغداد. باريس تناقش لجنة التراث العالمي اليونسكو في اسطنبول في الفترة بين 10 إلى 20 من تموز في اسطنبول ترشيح 29 موقعا جديدا في قائمتها بينها أهوار جنوب العراق. وذكرت اللجنة في بيان أن من بين المواقع التي ستبحث في ترشيحاتها 9 مواقع طبيعية و16 موقعا ثقافيا و4 مواقع تجمع بين الطبيعي والثقافي، كما ستدرس اللجنة حالة صون 108 موقع موجود مسبقا ضمن القائمة الإضافية إلى 48 موقعا مسجلا على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. وأضاف البيان أن الاجتماع سيناقش إدراج أهوار جنوب العراق موقعا يجسد التنوع البيولوجي في بلاد ما بين النهرين. توقعت هيئة الأنواء الجوية حدوث غبار مع استمرار ارتفاع لدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي. الهيئة في بيان لها أشارت إلى أن تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي سيستمر تأثيره اليوم غد الأحد، ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا وحرا مع غبار خفيف في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وتستمر أعلى من معدلاتها العامة، حيث ستسجل العظمى في بغداد 48 درجة مئوية مع استمرار تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي أكثر ليوم الاثنين. وهذا تذكير بالعناوين قبل الختام.
القوات المشتركة تستكمل تحرير مفرق الشرقاط والمناطق المحيطة به، والجبوري يدعو لاستثمار حالة الانكسار التي يعانيها داعش. القوات المشتركة تحرر حي المعلمين وأغلب مناطق حي جولان وسط الفلوجة، والبنتاغون يقر بتحرير 70% من المدينة. تحالف القوى يؤكد عدم وجود مبرر للمحكمة الاتحادية بتأخير حسم شرعية جلستي البرلمان، والصدر يهدد بالانضمام للمطالبين بإقالة الرئاسات الثلاث. والمالية البرلمانية تستبعد تمويل المشاريع الاستثمارية من قرض النقد الدولي، وأسعار النفط تتعافى بعد هبوط كبير خلال اليومين الماضيين. مشاهدينا ومستمعينا الأكارم، نشرتنا الإخبارية انتهت. شكرنا لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء. إلى اللقاء.